آخر مواجهة. المنتخب الوطني هنا يتدخل الدفاع. لاعبين ثلاثة يمرر، تبقى الكرة كديورا بامتياز يسترجع هذه الكرة عندي، وكذلك بن سبعيني سينفذها بن نصر. هذه المخالفة من أوبو لفائدة المنتخب المكسيكان، رائع من رئيس بولحي كرة مباراة. تصوروا أن هذا اللاعب من بين اللاعبين الذين يحصون أكثر من 100 مشاركة مع المنتخب. طويلة من بن ناصر. بن ناصر الآن يعود بعدما غاب عن في الدفاع. بن ناصر كل المنافذ مغلوقة. لاحظوا ثلاثة إلى لاعبين، لا توجد وضعية تسلل. بغداد منجع، هذه فرصة هدف كحالة تسلل. لاحظوا الإعادة، بن ناصر تقريبا في نفس الخط مع المدافع. غائبة، ننتظر اللعب الفردي والفرديات التي يمتلكها المنتخب الوطني. في نفس جديد بحول الله في غولي، وهي هذه الكرة التسديدة، هدف مفكر يضع الكرة مباشرة ب كان فيها الجزائر في الشوطية الأول. نحو رياض محرز من الجانب الثاني منتخب المكسيك. رودولفو كوتا، خورخي سانشيز راموس، نيستور أروكس. هذه اللقطة طبعا لضرورة المنتخب المكسيكي دائما. محاولة عيسى ماندي في الوسط لإسماعيل بن ناصر. هذه جدا باعتبارها مباراة ودية، يمكن تلك المباريات. بن ناصر إسماعيل الجهة اليسرى، أقصد هنا كوارداد. تؤكد لنا المستقبل طبعا الباهر لهذا المنتخب العربي المميز والرائع جدا في السنوات الأخيرة. أفريقيا في نسختي الأخيرة. إسماعيل بن ناصر إلى غاية اللحظة في هذه و17 تجربة. بن ناصر ومجموعة من لاعبي المنتخب الجزائري سيكونون لجيسوس لكورونا، وهذه المرة يسترجع الكرة مجددا. أوندي ديلور، إسماعيل بن ناصر في الوسط. إسماعيل بن ناصر على الجهة اليسرى في إطار تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة، تصفية كأس إفريقيا بالنسبة للمنتخب الجزائري.